عودة الامتحانات استهداف الامتحانات المؤجلة من فصل الدراسي الأول. كان مهم جدا ان احنا اطمئننا على التحدي الكبير اللي احنا انا وزمايلي في مجلس اعلى الجامعات قدرنا ان احنا نتقبله. استاذ انا لو حطيت التاسع كلنا عايزين نطمئن على صحه وسلامه الطلاب وتواجدهم داخل الحرم الجامعي في كل الجامعات المصريه. احنا النهارده اذا كنا موجودين في عين شمس والقاهره ولكن احنا متابعين من خلال غرفه العمليات كل الجامعات على مستوى 27 محافظه. والحقيقه من اول اجراءات الدخول على البوابات لحد اعمال الامتحانات وانتظامها الاجراءات الاحترازيه من قبل الجامعه ومن قبل الطلاب، لان الاجراءات الاحترازيه ليست من وجه واحد، لازم الطالب نفسه وهو داخل يكون عنده الوعي. والحقيقه على مدار العام اللي احنا فات علينا اتعلمنا كتير والولاد اتعلموا كتير ازاي يتعاملوا داخل قاعات الدرس وقاعات الامتحانات على الاجراءات الاحترازيه. فمن هذا المنطلق ان هي كانت يعني زيارتنا لكليه طب اسنان وكليه الصيدله ثم كليه الاداب وكليه العلوم في الحرم جامعه عين شمس، والنهارده مع الدكتور محمد والدكتور هاله في القصر العيني علشان نطمئن على عدد كبير جدا من الطلاب في كليات الطب بيمتحنوا النهارده سواء في البرامج العامه او البرامج الساعات المعتمده. وزي ما حضراتكم شفت جوه العمل والانتظام والاجراءات الاحترازيه على اكمل وجه. هممنا قوي ان المعادله والتحدي الخاص بالعام الدراسي يحتمل، الطالب اللي بينتقل من فصل دراسي الى اخر يحتمل، الطالب اللي بيتخرج بيكون عنده الجرعه التدريبيه والعمليه والمعلومات الكافيه اللي نطمئن منها كدوله. يعني موجود جوه النهارده يعني كم جنسيه دكتوره هاله؟ احنا بنتكلم على معظم الدول العربيه موجوده، عندنا 1200 طالب من الدول العربيه بيدرسوا في كليات الطب المصريه. ده معناه ان مسؤوليه كبيره جدا على الدوله المصريه انها تطمئن على تعليم وتاهيل وتدريب طلاب مصريين اولا، والدول اللي احنا يعني واخدين على عاتقنا تدريبهم وتعليمهم. وبالتالي المهم جدا ان احنا نعود للعام الدراسي وينتظم العام الدراسي ان شاء الله في ظل تحديات كبيره جدا، نامل ان احنا ننتهي من هذا العام بنجاح زي ما انتهينا من السنه اللي فاتت. هل فهمت تم الاختيار للطلاب ما بين الامتحان اونلاين او الامتحان عن طريق السدود؟ لا، احنا ما عندناش اختيار. الطالب عندنا ان هو يتقدم بعذر ونعتبره عذر مقبول زي ما اتفقنا مع زمايلي في المجلس الاعلى للجامعات الماضي، ان هو اذا حس ان هو خايف او مخالط او عنده عدوى او ايا كان او حتى نفسيا مش مؤهل ان هو يستطيع ان هو يتقدم لاداره الكليه والجامعه بعذر، وبنعتبره عذر مقبول وبناجل له امتحانات الى الدور الثاني طبقا للوائح الداخليه لكل كليه. فبالتالي حق الطالب ان هو يعتذر ونقبل عذره مقبول لاي حد. اللي عايز تعامل دراسي يكتمل اهلا وسهلا بيه. احنا كاعضاء هيئه التدريس وادراك زي ما انت شايف الجامعه عدت على كل الوصفات، احنا مستعدين علشان نقدر نحقق زي ما قلنا المعدل الحفاظ على سلامه وامان الطلاب واسرهم واعضاء التدريس والعاملين، وكمان الالتزام بانتهاء العام الدراسي بالجرعات التدريبيه والتعليميه لهم. كتير يا جماعه لان توفيق ان شاء الله. كلها عندنا في الموبايل.